صباحكم بكل خير متابعي طقس العرب في السعودية. يحس طقس صافي هذا اليوم في العاصمة الرياض مع 40 درجة مئوية الملموسة 37 والرطوبة منخفضة، أما الرياح تكون غربية خفيفة المعتدلة أسرع. تفاصيل حالة جوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة، نبدأ شمالا تبوك غبار خفيف 39 إلى 26، عرعر وسكاك عفوا كلا المدينتين 40 إلى 26 مع أتربة مثارة. المنطقة الغربية المدينة المنورة طقس صافي من 42 إلى 30، جدة 37 إلى 27، مكة المكرمة 42 إلى 32، والطائف 34 إلى 23. المنطقة الجنوبية الغربية أبها 32 إلى 23، الباحة 31 إلى 25، وجازان 35 إلى 31. المنطقة الشرقية الدمام أتربة مثارة 40 إلى 30، إحساء 42 إلى 30، وحفر الباطن 39 إلى 27. بالنسبة للمنطقة الوسطى العاصمة الرياض طقس صافي 38 إلى 27، بريدة 37 إلى 23، وحائل 36 إلى 26. إلى اللقاء.